هاي قدم انت هيك هاي ها هاي بونيس ما من عند غيركم الثلاثة برا اخوي ايه حتى ليش تحسكم انت يا الغالي. ودي يا تنرجع والله هيك النفسية تعبة ولا. السلام عليكم الاولاد، اليوم عنا كفتاجي مقرونة بالدندون عسيل، اليوم حمادة ومعاه اليوسفي. حمادة واليوسفي دنيا دوارة، دنيا دوارة، ليتس جو. الدنيا دوارة ذا نيك نيك الدنيا راهو التراك هذا، كلمة الدنيا دوارة عمل عليها على الانستري نيك الهمة مغني عليه، واحد زيري واحد صحيح. مصري وواحد وواحد اخر تونسي وقال صحيت وسمارة وكلت بعضها على الدنيا دوارة. الدنيا دور الدنيا دور الدنيا دوارة. ملاحظة صغيرة، ملاحظة صغيرة قبل ما نسمعوا الاغنية، حماد اخويا ما عادش تعمل سبونسور، راك تضر شانك. ها نقول لك حاجة، انت لاحظت النقبة بتاع اليوتيوب بتاع الديجيتال اواه يوتيوب والزبي امور يوتيوب مع الزبييني شان يوتيوب ستريت بويز سلي. حاجه يقول هذا نعمل عكس، ماشي الدنيا ماشي الدنيا ماشي شانك تنيكت انت يا زبي. اسكت اسكت على اسمع شاني راه وقت اللي جيت قلت لي تراك ما تخليش تندونس لازمني نفسخ، قلت لك لا ما غير ما تفسخ مليك لك هو. خليني خويا هذه امور الزبي، عطيني النيابه في تونس راه اليوتيوب النيابه في تونس تحت زبي كل نسكل. حماده ريتك تعمل سبونسور برو، انت تو لاحظت اللي كي تهبط ما غير سبونسور شينك ما فماش فيوز، صحيح ولا مش صحيح؟ ريت البارح التراك في ساعه عامل 800 فيو، كنت تعمل في 2000 3000 في ساعه، راهو يقعد يرقد ما عادش يطلع لك شين للعباد باش انت تعاول تعمل سبونسور مع الوقت. اللي يحب يقولوا انك مجرد اي شان يوتيوب تعمل سبونسور مره مش كان انت اي شان يوتيوب في اليوتيوب ديريكت، هو في راسه حط اللي السيد هذاك عنده فلوس وينجم يسبونسوري، فما عادش باش ينحي لك برشا امتيازات صحيح باش تولي حتى تراك عليك تعاود تحط فلوس، تراكك ما عادش يطلع للناس اللي تعمل لك فولو عملت لك فولو احب يجلغف ديما صحيت كيما على سبيل المثال سبونسور ضررها صحيت على سبيل المثال. انت اليوم جيتني مثلا مشيت لي واحد الامثله نتاعك ما تعطيهمش مريقل اخويا فهمونا وجونا عندك امثله معفطه يا صحيت الوليد التراك في نهار عامل 72 الف فيو مش داخل طندونس ما نمشي نسمع التراك ليتس جو. حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق انت قوك العالم والله تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ما هوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق انت قوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك الذر حسبها مره باقي لغه حرقه وشيخه فسد ومبت البر. هذا سبونسوري نيك اخونا، سبونسوري نيك لك الشين وتاح لك الالغوريتم بتاع الشين. ايه ايه فايبيلي بابا فايبيلي 37 برود كيمو ها حلوف ها مار... خلت خدم تفتلت كيف تحلوف باهية باهية. عجبتني المارفل برود عملوا لوجو فازيت يعطيهم الصحة خاطر كانك كان تذكر من الاول قلنا لهم نحيوا المارفل برود نتاع هذيك راهي مهزوز فاهم عفيف يا حاج وانا شاكل وديان بعد مشر الاديان عشت بقلبي عمري ما نخاف ما زلت الحارب مازال باهي. والملاحظه الكليب صار في سوسه السيد هذايا نعرف تحيه كبيره للسيد هذايا من القلعه الكبيره ننسى الاسامي ننسى الاسامي ما نحفظ الوجوه. السيد هذايا فنان بالرسم جيبوا فلوس بالمليان الدنيا تمسخ وانا ننطف خليني سارع خليني صلي على النبي صلي على النبي بالرسم فما لقطه فما لقطه تمثيليه بامتياز قلت لك عنده يشرح خليني سارع خليني سارع في ليلي نشي نهاري نعوض لي فات ودعك ميمتي عليني فرحة تجيني بتبعت الماضي الإيمان وانا شايلة ما بالله يا اخويا ملاحظة زغتوتة هكا زغتوتة قدك لاحظت الكليبات في سوسة ديما يتصوروا فوق الديار دي صورونا سوسة من لوتا راي سوسة مزيانة برشا مزيانة برشا راي سوسة راي كل تركينة تطلع منها كادر عالمي زحمة هاو كاكيمو خويا يتمشي تبلحس زحمة زحمة ايه برو ما ضحيتها برشا برشا ويجي حاجة ريتهم الفوق بش تظهر برشا حاجات مزيانة ما بعضها بش تظهر البرد بش تظهر وسط البلاد طيب انت حتى العاصمة مثلا كان نتصور اني في راسي انك بش تظهر المونجالة وسط البلاد لفيني يعني
ليه اسمك من فوق؟ من بالدرون فوق من فوق شو شو بالدرون من فوق والدنيا ظلمة تطلع هاي حكاية نوضوا عليك يا برو درون نوضوا عليك ولا شي لما غافني صارت تعبت وما غافني ودعك ميمتي عليني فرحة تجيني بتبعت الماضي الإيمان ولا شي لما غافني صارت تعبت وما غافني الدنيا سيدي في عندك هديني بقى فينا من حين عبيتو كاسي الانفاضي عطيتو وقتي ما ضاف لي ما والله يا قتلة والله فنان والله فنان قدك فنان خفينا من حين عبيتو كاسي الانفاضي عطيتو وقتي ما ضاف لي ما ريت الشي لمن حد وقتي حتى مضاري لي شي وانا تبليد لبعيد مشي لا لازم يديك تسقيفة لا لازم يديك تسقيفة لا لا تصفيقة تصفيقة تسقيفة لازم يديك تسقيفة لبعيد مشيت خليت علي مدى مش هاي بالله لحظة بركة بالله لحظة بركة اليوسفي حبايبنا الناس كلنا عارفوه ما شاء الله علي حمادة مازال ما غناش ناس كلنا عارفوه سيد هذا بالاخر نحب نقول كلمة ريت ال ريت ال الحزن اللي ترى فيه في عينيه فك الضربة اللي عملها راهو ذاك سبحان الله الفنان طريقته في التعبير سواء تمثيل ولا 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 دونس اشتيح والا فني غني ولا اللي هو ذيك طريقه للتعبير عن نفسه الرسم اللي هو اي حاجه ارت ريت السيد هذا منين جايك الكريماسه ذوكم على الصادقين نحسوا فيه نعرفوا السيد يتعرض لبرشا نقد السيد هذا على شنو خاطر يشطح عرفت في العروسات يجي يشطح يتحزم ويشطح كشتيح يعني عنده ثم اوكي نتفاهم مع الناس يقول لك الراجل ما يشتحش بحزامه اوكي لكن كي نرجعوا احنا للتاريخ التونسي بتاعنا الثقافه يعني الاسلام بتاع الراجل كان يشتح بحزامه المراه ما كانتش تشتح المراه ما تظهرش ما تطلعش المراه فهمت يعني بالوقت تبدلت الحاجه هيك وكذا هو اللي يعمل فيه فن انت تتفق معاه ما تتفقش معاه امورك هذيك فن فن من فن انا ودي طول لحظه سمحني لا يشتح كيمك السيد كان في المسرح كيمك السيد هذا صحيح لكن ما شوف لانك نقولوا اني ضد هذاك موقفك الخاص لكن انك تمشي له وافش تعمل واي مرخوف واي درا شنو هذاك فهمتك الكومنتات هذوكم يا دي شو فهو نقد بناء نقد بناء انت اني السيد مريتوش يشتح ما عنديش الحق اني نحكي وهو يشتح به يعني عندي طورته وهو يمثل ريتك اعطاني جريماس اللي هو حزين وفادد وكذا حسيت اللي هو هذاك هو حسيت اللي هو تالنت حسيت اللي هو عنده حاجه صحيح. حسيت اللي هو موهوب انت حتى كي قدم يجي واحد يعمل لك غنيه مش من ذوقك برو مش من ذوقك لكن تحس ايش تقصد فيه ربي لا ما تقصدش فيه ربي ايش تحترم اللي يعمل فيه كذا نقد بني نقد بني اذا عندك كل فهم لكن نحكي لك على الكومنتات السلبيه لا لا يا ذوكم موجودين هذا انا الرافي وصلني الاحساس وصلني الواحد اللي يعمل صادق اللي بخرجه من النبع من غاد كيف حكيت علي ما سانوش دور دنيا دوارة ماشي غدارة يا عديان يا رينا 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 مرارة جيب لي البشارة يا مكتوب يا يا ليو طلعنا من الزيرو قوينا احنا في نيفو يا عديان يا عديان يو دير بالك منا وقت الصحوني فايو هو طبعا المشكلة باين كملوا الكليب نكملوا الكليب الخوف عطيني فلوس كنتون حابب نعيش كنتون تشم في زنون ينسيتو النوم صافي لنطون وانا اللي ندور حطت في قلبي باش نغور كل ما كان عصور لغور صافي كنضل في الحوم كنت وحدي النوف موجع قلبي وبغيت نروح وحدي نشكي للموش موجع رحو قلبي هم صلي بعد التيح نقوم حلم في قلبي مرسوخ في القمة شلتوني امي توترين شوية وقتو ننجح بدعك ربي اللي حاميني امي انت عيني وقت اللي نبكي كنت انت اللي تواسيني دور الدور دنيا دوارة ماشي غطارة يا عديني يا رينا 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 مرارة جبرين بشارة يا مكتوب يا دور الدور دنيا دوارة ماشي غطارة يا عديني يا رينا 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 مرارة جبرين بشارة يا مكتوب يا
البرود ردها معاش مارفل برود ام في ال خاطر هما كنت نتكلم كلمه خاطر ايه خاطر هما اكتشفوا مارفل وبلا شيء مثلك ما نهاني شنو هما اكتشفوا الغلطه لكنوا غلطين اللي هو غلطين انت خاطر اسمه تاع برود عالميه نجي انا نسمي روحي اليوم شبكه ملا ونقول اني راني مش ايه يا اخوي هذه الغلطه اللي حكيناها احنا من الاولى وكتصلحت ازيبي عفيف الشريف ميكس سليمة تراد لحتيم ان شاء الله تكون فهمتني في الملاحظه اللي لاحظتها على اسمان فيش سبيشال ثانكس حفالي فاميلي حفالي فاميلي شكون حفالي فاميلي والله مش عارف ان شاء الله تكون فهمتني في الملاحظه اللي لاحظتها لك على السيد نسيت اسمه والله نسيت اسمه شرف والله شوف شوف قاعد يمثل في تمثيل مسرحي احنا قعدنا صح عندي معلومه خلينا نقولها قاعد يمثل في تمثيل مسرحي كملتها تعرف قول لي ايش معناها تمثيل مسرحي خلينا نتفصل للي ما قلتش مثل بدنه تمثيل مسرحي انك تمثل بدنك اكثر والسينمائي انك تمثل بعينيك اكثر ما نتوصل كملت زبي بيه التراك خويا يوسفي وحماده خرجوا على بعضهم اش خليك حتى كي يحاول حماده ولا هو اللي يغني الا ما ركزت شويه فاهم ركزت ايه لحظه شدني لهني يا اوكي ايش بيقول لي تنفخ كي زبي تو عندنا 3 ايام ولا 4 ايام ما صورناش رياكسيون جيت بتنفخ لي فيهم بطل تقول ايش بيك ما عنديش من خدمه يعني ايه جيش الفركه كملت خدمه نحب نتحرك خلينا نصوروا نضحك نحب نفركه نحب هاي فركه حاسه فركه لا ليك الحاله لا لي كملت صاير كملت تراك زبور مش نورمال كل شيء مش نورمال كملت بيني لاحظت حاجه اللي اليوسفي هذاك المود بتاع اليوسفي نعرفوه الجو بتاعه هز حماده الغادي زاد هزه غادي وحماده حتى سولو عنده سولوات قرب شويه للجو هذا الفيت مع اليوسفي زاد هزه غادي فاني نحب نقول لحماده حاجه خدمه مزيانه ما نحكيوش فيه اما الحاجه اللي نحب نقولها لك متوحش حماده بتاع صافي لونتون غيتك فيه اكل قام اللي حكينا عليها اكل قام اللي شوكيتنا من الاول اكل قام اللي هذيك تاو قايت يا برو مش تعاودها لي تبدع لي بها دبر راسك انا رميت الكره ودبر راسك هي حاجه عندك انت حاجه هي فيك انا شي تري سبحان الله نحب على التراك بالقام هذيك اما تصالي بها حاجه اخرى مش حاجه اللي مستانس ما نحبش اقول القام هذيك من الاول تهزنا للجزائر وتهزنا للمروك ما نحب تهزني حتى تحب تهزني الياسمينات تهزي بحذي الحاج والحاجه غادي ربي يفضلهم لك الحاجه تاع قربعني اخونا التراك خرجوا على بعضهم كما قلت يوسفي وحماده فيت مزيان ان شاء الله نراو ريتور زيد مع بعضهم عند اليوسفي فينال شامبيونز الولد اللي جابوه يمثل عنده غريماس عنده حاجات يوصل مساجاته بالتمثيل لما كان عملته سيناريو خير معناها كما نقولوا عمل لقطات عشوائيه ما فماش سيناريو مثلا عملته نتاع واحد مهموم واحد متيقر من البلاد لكن ما فماش سيناريو كالقصه مثلا إيه قصه قصيره حزينه وايده سعيده هي ما يجي اقول لك حاجه عنده رول كبير يعني اللي عملهم هاكم الرول بتاعهم كبير فتراك علاش يجي اقول لك حاجه كان ركزت حتى مع البارول فما الحزين فما قاعد يحكي لك معناها غربه يسوفري منك كذا وقت اللي يعطيها لك مع علاقتك منك هيك والسيد عامل لك هيك اللي عاملها لك صحيح مثلا كان عطاها لي عمل لي 8 بير كرزت انت خاطر قصيت على الزبي انت توا يا برو سامحني كان عمل الزبي مثلا من الاول مشي هذا تستفز في الزبي انت دا. كان عمل مثلا من الاول اللي هو مشي هناك قعدت في بار وبلع وكذا وراح كي هو بلع عمل غلطه كبيره وكذا خليته في الحبس ويوريني الجريماس بتاع الحزن وكيفاش نادم من بعد ما عمل الشيء هكا خير اللي يوصل لي ميساج لك ذريرات صغار وتكون زبورة احلى فهمت فما سيناريو فما قصه صغيره حزينه قصيره خفيفه فهمت تك 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 فهمت شنو معناها نحب نوصل سيناريو مش لقطات هكيك عشوائيه ما فيها حد شيء هذه ملاحظه صغيره حتى اللي قلت لك زاد حسيت اللقطات هذوكم اللي تحس فيهم انت عشوائيين ما عندهمش بيت ولا ما عندهمش هدف لا فيهم حاجات مع لقطات مزيانه وعطاك وصل لك لقطه تاع حزن وكذا اللي جاء عليه ملاحظه اخيره اخويا حماده ما عادش تعمل سبونسور راك تهلك شيرنج ميسيرش برو ميسيرش 10000 ولا 20000 فيو كلها الناس كل تطيح فيوز عادي تدخل تشوف فما رياكسيونات عملت لي 5000 فيو ياك هاو فاهم فعادي برو عادي تطيح وتطلع
عادي تيح نهار وتطلع نهار. اما خير ولا نقارن بحد اخر بحتى اللي يقول لك شبيك تقارن فيا الاخر ويطلع يهبط لك السوريات ويسبك. هاني نحكي دي مع روحي يعني، خليني مع روحي هكاك ويطلع فهمتني اي خليني يا اخوي. مره الفوق مره لوطه مره تعمل فيوز مره ما تعملش خيرك، راهو سبونسور خايب على الاخر يطيح لك الالجوريثم تاع الشيء. فعلا معلومه للعموم، اليوتيوب اذا عملت ما عنده مره سبونسور يطمع فيك وينحي لك برشا امتيازات، علشان بيور ما عملتش سبونسور شان معامله على روحها تخدم وتهبط وكهو كيما الشركات الكل كتحل من الاول، فما امتيازات انه يخرجك من عرش نيه اللعبات تاعك. ابسط شيء يوصلك للناس اللي عم يوصل لك نوتيفيكاسيون للناس اللي عملت لك فولو اكثر حتى من النوتيفيكاسيون ما توصل. فما يعني شارج على البرودوي نتاعك اول ما هبطت وكذا، فما يعني منبر معين ولا نوامر معينه عنده هو يدخل لك في الالجوريثم طفي يطلع لك يولي موجود في اللاكي نتاع نتاع اليوتيوب. الامتيازات هذيك تتنحى وقت اللي تعمل عنده سبونسور. عباره اخونا ما دامك دفعت عاود عرقني، حاب تطلع للاكي عاود عرقني صحيح، لك عرقني مره ما عندي باش تعاود عرقني صحيح. حاسيلو لو تحب سبونسور ثم فيسبوك على الفيسبوك تلعب له اما تطلع فمتبرش عامل فيه حسلوا الاولاد بسعاده وبسعاده كي لا تسحق حاجه غير الفلوس نجم تعمل علينا تطلع في الانستغرام وباي باي. حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كي تعري وتوري مش يقولوا اتبرك اللي يقولوا فلان ما هوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك تدري حسبها مره باقي لغة حرقة وشيخة فسد ومبت البر.